شاب أول عمره عارف إنه مريض، وبعد بقيله أقل من شهر حتى يودع الحياة. أصيب بحالة إحباط ويأس، وصار كل يوم يتمشى ويجول بشوارع المدينة ما يحكي مع حدا، راسه بالأرض وعيونه غرقانين بدموع، ينطر حتى تغيب الشمس ويرجع على غرفته يعد الثواني حتى يطلع فجر جديد. وبيوم من الأيام كان مارق قدام مكتبي لمح صبية عم بتبيع الكتب، انعجب فيها وصار قلبه يدق بسرعة. دخل المكتبة، نقى كتاب وقرب لعندها ليحكي معها ويقع حق الكتاب. ولما وصل لحدها تصبر، ما عادت الكلمات تطلع منه، عيونه بعيونها مدهوش مسحور بابتسامتها. دفع حق الكتاب وفعل، حس انه الفرحة رجعت لقلبه وراح على البيت ناطر يطلع يوم جديد حتى يرجع على المكتبة. وباليوم التاني رجع راح أخذ كتاب تاني وقرب لحدا، وكمان مرة حس بجمالها سيطر عليه وما قدر حتى يقول له مرحبا. دفع حق الكتاب وغادر المكتبة، وبقي على هالحالة كل يوم يشتري كتاب حتى صارت الخزانة مليانة كتب من دون حتى ما يقراهن. وكل يوم كان عم بيتمنى انه يقدر يحكيها ويقلها قديه هو بحبها قبل ما يودع الحياة. ومرقت الايام وفجأة لاحظت هالصبية انه هالشاب ما عاد يمرق على المكتبة، فسألت عنه وعرفت وين بيته. راحت لعنده، دقت على الباب، فتحت لأمه لبسة أسود والحزن بعيونها، ركضت الصبية وغمرتها وقالت له قدرنا ما نكون سوا، لو فتح ولو مرة كتاب من هالكتب كان عارف قد بحبه بكل كلمة كتبتها، قد ايه كنت حابب نقعد سوا وقال له بحبك وحياتي بليك ما بتسوى. ليه؟ ليه اللي منحبهم ما بيكونوا إلنا؟ ليه؟ والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حاتب هالوجود، دامك انت اللي وحلت كيف ما صبر عن بعاد وكيف بنثر هالورود عن بعاد الله وحده نعم الوكيل.